هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. أسعد الله أوقاتكم متابعينا الأكارم. يعرف شهر تشرين عالميا بأنه أكتوبر الوردي، حيث يتم فيه اللون الوردي وينشر أيضا على شكل شريطة. ما قصة هذا الموضوع ولماذا اختير اللون الوردي للتوعية وضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي؟ نشاهده في التقرير التالي ونعود للنقاش. يطلق على شهر تشرين الأول عالمياً لإسم أكتوبر الوردي، وجاءت التسمية لتسليط الضوء على ضرورة الكشف المبكر عن سرطان الثدي، حيث نشأت الفكرة قبل 26 عاماً من خلال هيئات ومنظمات طبية أمريكية. هذا الشهر الذي تهتم به مؤسسات عالمية يهدف بصورة أساسية إلى التوعية بالمرض ومشاركة المعلومات حوله، إضافة إلى توفير خدمات الكشف والفحص المتعلقة به. وعلى الصعيد العالمي، فقد شجعت منظمة الصحة الفكرة وتطبيقها في البلدان، وذلك للدور الذي تقوم به. وبحسب منظمة الصحة العالمية، فإن شهر التوعية بسرطان الثدي في بلدان العالم كافة هو شهر يساعد على زيادة الاهتمام بهذا المرض وتقديم الدعم اللازم للتوعية بخطورته والتبكير في الكشف والعلاج. ويستخدم لهذا الشهر شريط بلون وردي كنوع من التوعية. فلماذا شريط ولماذا وردي؟ يمكننا القول أن السرطان ألوان، وأولى تجارب استخدمت الشريط كانت في العصور الوسطى باستخدام الشريط الأصفر من قبل الذين لا يخشون العدو ولا يستسلمون، وما زالت بعض الجيوش تستخدمه للآن. وفي عام 1973 انتقل الشريط الأصفر من الحرب إلى الحب، حيث كانت قصة جديدة لهذا الشريط الذي أصبح رمزا للأحبة وجمع الشتات الذي فرقته الأيام. وما بين معاني الانتصار والحب وعدم الاستسلام، ظهرت لنا الصورة النهائية للشريط في صورة شعار لدعم مرضى السرطان يختلف لونه حسب كل نوع سرطان ليعبر عن جانب من شكل هذا السرطان عن غيره. فعلى سبيل المثال، تجد اللون الوردي لسرطان الثدي لأنه يعبر عن الجانب الأنثوي، والأزرق لسرطان الثدي عند الرجال، واللون الأبيض لسرطان الرئة تعبيرا عن التصدي لكل التلوث والأدخنة. ولعل أولى الخطوات في طريق جعل هذا الشريط علامة لدعم المرضى كانت عام 1991 عند ظهور الشريط الأحمر للوعي عن الإيدز، فهو البذرة التي جعلت لفكرة شرائط الوعي شكلا رسميا في مجتمعنا. وإليكم بعض أنواع الألوان واستخداماتها. متابعينا الأكارم، معنا في هذه الحلقة الدكتور يحيى رحال، اختصاصي في التشريح المرضي، مدير مشاريع في منظمة سامس الراعية لهذا البرنامج، للحديث أكثر عن سرطان الثدي. أسعد الله أوقاتك دكتور يحيى. دكتور ضيف عزيز علينا. شكراً. إن شاء الله. شكراً للاستضافة. الدكتور يحيى، في نصف دقيقة أنا نفسك. اسمي يحيى رحال. نعم. اختصاصي بعلم الأمراض أو التشريح المرضي الباثولوجي. تمام. من سنة 2009 خريج جامعة حلب. حاليا اعمل مدير مشاريع بالمنظمه سامز. تمام دكتور. شهر تشرين الاول كما لاحظ في التقرير الجميع يعني اعتمد اللون الوردي وله قصه. بدي منك تعريف، ما هو سرطان الثدي بالضبط؟ السرطان بشكل عام هو مرض خطير ومميت، يتميز بوجود طفره للخلايا تتكاثر بشكل غير طبيعي وتكتسب صفات خطيره، منها غزو الانسجه المجاوره، التكاثر الكبير والانتقال الى اماكن اخرى بعيده، فهو مرض قاتل بالنهايه. دكتور قلت انتقال، هل دائما يحدث انتقال؟ بالمراحل المتاخره يحدث انتقال للخلايا الوراميه الى انسجه بعيده إذا لم يتم كشفه مبكرا. طيب ننتقل لاحقا للتشخيص المبكر، لكن دكتور أريد أن أسألك، شو الأسباب اللي بتسبب هذا التكاثر الغير طبيعي للخلايا؟ تمام. بشكل عام السرطان لا يوجد له أسباب واضحة، ولكن يوجد له عوامل مؤهبة. بالنسبة لسرطان الثدي هناك عامل وراثي في حوالي 10% من الحالات، هناك عامل وراثي.
ولذلك ننصح من لديها أخت أو أم أصيبت بسرطان الثدي أن تنتبه لنفسها أكثر وتفحص نفسها أكثر. من العوامل المؤهبة لسرطان الثدي التعرض للإستروجين، تعرض العالي للإستروجين. كيف يعني تعرض على الأستروجين؟ مثلا البلوغ المبكر، عدم الإنجاب، الوصول لسن اليأس بشكل متأخر، المعالجة الهرمونية مثل موانع الحمل المعتمدة على الإستروجين. كل هالعوامل هي بتؤدي إلى التعرض بنسبة عالية من الإستروجين، والتعرض بنسبة عالية من الإستروجين هو من العوامل المؤهبة. من العوامل المؤهبة أيضا تقدم بالعمر، طبعا سرطان الثدي يزداد نسبته بعد سن 40. التدخين والكحول أيضا من العوامل المؤهبة، البدانة. بس مثل ما قلنا بالأخير هي كلها عوامل مؤهبة، لا يوجد سبب واضح لكل أنواع السرطان. دكتور، في عوامل خطورة هيك عالي أثبت يعني ارتباطها مع سرطان الثدي؟ عوامل الخطورة العالية هي أكثر شيء العمل الوراثي، البدانة، والتعرض بنسبة عالية من الاستروجين. هلأ وين تكمن خطورة سرطان الثدي؟ يعني إذا قلنا نسبة الوفيات، نحن بنحدد البروغنوزيز أو الإنذار بنسبة الوفيات. حقيقة نسبة الوفيات بنحددها بمعدل الحياة لمدة 5 سنوات. بالنسبة لسرطان الثدي معدل الحياة لمدة 5 سنوات بيختلف كتير عن الدرجة وقت اللي اكتشفنا سرطان الثدي أو وقت اللي شخصنا. مثلا إذا اكتشفنا بالستيج 1 أو بالدرجة الأولى معدل الحياة لبعد 5 سنوات 100%. تمام. العلاج 100%. كل اللي كم مرحلة هو دكتور؟ هو 4 مراحل. 4 مراحل. إذا اكتشفناه في الأولى معدل الحياة 100%. 100%. أما إذا اكتشفناه بالمرحلة الرابعة معدل الحياة لا يتجاوز 25% لمدة 5 سنوات. مشان هيك كتير منأكد على ضرورة الكشف المبكر لسرطان الثدي. دكتور، في شيء إحصاءات عن الوفيات، الإصابات، زيادة الإصابات؟ هل هناك إحصائيات دقيقة عن هذا الموضوع؟ طبعا سرطان الثدي هو السرطان الأول لدى الإناث، وهو القاتل الأول من السرطانات لدى الإناث. في بالسنة بتصير أكثر من 1.5 مليون إصابة جديدة حول العالم، والوفيات حوالي 450,000 وفاة بالسنة خلال بكل العالم. بشكل عام من كلة من إناث في وحدة منهم بتنصاب بسرطان الثدي، ولذلك معدل حصوله جدا عالي. يعني تصور إن كلة من بنات أو سيدات في وحدة منهم راح تنصاب بسرطان الثدي. بسرطان الثدي. طيب دكتور، يعني هل يلاحظ على الامرأة مثلا كشكل أو كذا علامات تقول لها أن هناك إصابة في سرطان الثدي؟ طبعا العامل الأهم في العلاج بسرطان الثدي هو الكشف المبكر، والكشف المبكر أول خطوة له أن هي السيدة رح تكتشف الورم بنفسها. نحن اللي بنحسن نعمله أن نوعي السيدة شلون تعمل الفحص الذاتي لسرطان الثدي. طبعا طريقة الفحص الذاتي، أول شيء في عنا المراقبة، يعني تشوف حالها. يعني هذا الشيء بيتم دائما، نحن بننصح السيدات بانه يكون الفحص الذاتي باليوم 7 من بعد الدوره، بيكون خف الاحتقان والالم الموجود بالثديين، او في بيكون قدره احسن اني تكتشف الكتله. اول شيء مثل ما احنا شايفين بالصور بتتعرى وبتوقف قدام المراه وبتطلع. هلأ أحياناً في فروقات بين الثديين، يعني بعض السيدات هذا شيء طبيعي ما بيخوف، بس لازم هي تتعرف على شكلها. يعني أحياناً نحن ما بنعرف شكلنا، ما بنوقف قدام المراية ونشوف حالنا، مشان هيك وقت بيكون في إصابة مرضية ما مميزة. بالبداية بيكون بيتم التأمل، بتتأمل شكل الثديين إذا في أي اختلاف ملاحظ. أيضاً أثناء التأمل بتحط إيديها على خصرة، والمرحلة الثالثة بتحط إيديها وراء رأسها. هذا الشيء بيساعد إذا في أي تغير مرضي بيبين. هلأ العلامات اللي نبحث عنها بسرطان الثدي هي أول شيء غؤور الحلمة. الحلمة بيتغير شكلها، إما بتنحرف على أحد الأطراف أو بتفوت لجوا. مرة تانية بذكر أني في بعض السيدات سبحان الله يعني أني في عندهم غؤور حلمة. الشيء اللي نحن من نوصي فيه أو من خاف منه وقت بيكون الحلمة شكله طبيعي وبعدين صار فيه غؤور. طبعا مثل ما احنا شايفين في صورة بتوضح غؤور الحلمة.
هي احد العلامات اللي لازم نشوفها. هلا في علامه ثانيه بنسميها علامه قشر البرتقال، يعني الثدي بشكله العادي هو املس، بس وقت اللي بيصير اثناء المس او اثناء حتى بالتامل بيصير شكله مثل قشر البرتقال، فيه نقط وبيكون باللمس مجعد قليلا. احد الشغلات كمان اللي بندور عليها وجود نز من الحلمتين. هلا النز المصلي او الحليب يعني هذا شيء عادي، بس اللي بنخاف منه هو النز الدموي، اذا صار نز دموي او اذا صار حتى نز مصلي بس بكميات يعني كبيره. هلا هي هي المرحله الاولى اللي بنشوفها بالتامل، بنشوف اي شيء تغير على شكل الثدي، احيانا الاحمرار في بعض انواع السرطانات بسموها السرطان الالتهابي، بيترافق هذا بوجود احمرار والم. عادة السرطان غير مؤلم غير بالمراحل الأخيرة ببلش فيه الألم. نيجي للمرحلة الثانية، هي مرحلة الجس، واللي هي لازم ندور فيها على الكتلة. العلامة الأساسية لسرطان الثدي هي وجود كتلة. كتلة عادة بتكون قاسية، حوافها غير منتظمة. طريقة الجس بتتسطح السيدة على التخت، بتضع يدها خلف رأسها، إيد اليمين مثلا خلف رأسها، وبيدها اليسار بتجس الثدي الايمن. طريقه الجس، هلا احيانا في طريقه غلط انه بيتم برؤوس الاصابع، هو لا غلط برؤوس الاصابع، بده يكون بباطن الاصابع. تمام. وبصير الجس بشكل دائري او بشكل عمودي، ما في يعني اي فرق، بس المهم اني تجس كل الثدي ابتداء من عظمه الترقوه وحتى اسفل الثدي. هي احد الطرق اني تتسطح وتقوم بالجس. هلا في طريقه كمان اثناء الحمام، لاني ايضا بيكون بتساعد وجود المي والصابون، بتقوم بالجس مشان تكتشف وجود اي كتله. طبعا الجس كمان بنوصي فيه اني يتم لتحت الابط، لاني اول محل بينتقل له سرطان الثدي هو العقد الليمفاويه تحت الابط. كمان منجس تحت الأبط، منميز إذا في وجود أي كتلة قاسية أو أي شيء مو طبيعي تحت الأبط. دكتور، لدينا فاصل قبل الانتقال لمرحلة ماذا بعد اكتشاف الكتلة. متابعينا الأكارم، هناك طرق للفحص الذاتي تطبقها الامرأة الأنثى في المنزل، تكلمها الدكتور، شاهدناها بالصور. بعد الفاصل نتحدث ماذا لو اكتشفت أي امرأة وجود أي كتلة، ماذا نفعل، ماذا نتصرف، ابقوا معنا. هذا البرنامج برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامس. متابعينا الأكارم، هذا البرنامج يأتيكم عبر قناة حلب اليوم برعاية الجمعية الطبية السورية الأمريكية سامز. في القسم الأول تحدث الدكتور عن كيفية الفحص الذاتي للثدي. الآن دكتور أريد أن أسألك، يعني أنت قلت لي عوامل الخطورة بعد 40، يمكن أن يحصل قبل 40، وبعد 40 ماذا يجب على الأمرأة أن تفعل؟ يعني كل أسبوع، كل شهر، كل سنة تفحص؟ تمام. هلا بصراحة دول البحر المتوسط بشكل عام هو في مؤهب وراثي وفي مؤهب يعني مثل طفرة جينية بتصير بالثدي. دول البحر المتوسط بشكل عام عم نشوف فيها سرطانات ثدي بشكل مبكر. بسوريا بصراحة يعني وقت اللي كنت اشتغل بهالمجال بهالاختصاص كنت شوف سرطان ثدي بشكل مبكر، احيانا بعمر 25 سنة واحيانا حتى بعمر 18 وبعمر 20. هذا شيء نادر اني نشوف سرطان ثدي قبل عمر 40، بس بسوريا بمنطقتنا كنا نشوف، ولذلك بسوريا ممكن حتى بعد عمر 30 نبلش بالفحص الذاتي. امرأة بلغت عمر 30 بشكل شهري مثل ما حكينا، سابع يوم من الدورة، مش سابع يوم بعد انتهاء الدورة تعمل فحص ذاتي. للنساء اللي وصلوا لبعد سن اليأس، طبعا كل ما تزاد التقدم بالعمر بتزداد نسبة الخطورة، يعني 40 عمر 50 لسه خطورة أكبر من عمر 40 وهكذا. ممكن تفحص بشكل شهري، يعني أول الشهر تفحص بشكل ذاتي ثدي. طيب دكتور، لنفرض لا سمح الله وجدت الكتلة، استطاعت بجهودها الشخصية أو بالفحص الذاتي أنه تكتشف أنه في مشكلة، الآن على أي طبيب بدها تروح؟ تمام.
هلا كمان لازم كتير مهم اني نعرف ما وجود كتله هو يعني سرطان. نعم. في كتير من الكتل السليمه بالثدي وهي الاشياء يعني. نعم. اذا مثلا قلنا في عنا 10 سيدات اكتشفوا وجود كتله، 8 منهم كتله سليمه، تنتين منهم الكتله خبيثه. ما لازم ترتعب، لاني مثل ما حكينا الكشف المبكر ان شاء الله يعني الشفاء التام. بس بنفس الوقت ما لازم تهمل حالها، يعني كتلة ما راح تروح لحالها، كانت سليمة والكانت خبيثة إلا إذا كان في احتقان بيروح الاحتقان أو شيء التهابي ممكن يتعالج بالصدد، بس الكتلة ما بتروح لحالها. يعني في كتير أحيان الأنثى بتخاف وقت اللي أو السيدة بتخاف وقت اللي بتكتشف كتلة إني لا تطلع سرطان. طيب إذا طلعت سرطان وقت اللي أنت عم تستني عليها عم تأذي حالك مباشرة. بعد اكتشاف الكتلة بتروح على الفحص، الفحص بيكون أول شيء ممكن بالإيكوغرافي بيأكد وجود الكتلة أو لا. الفحص الأفضل هو الماموغرام، لازم تروح تعمل. بسوريا بصراحة بالمناطق المحررة ما أظن في كتير يعني ماموغرام، بظن في مشفى إدلب الوطني وفي بالخاص ماموغرام. بالأخير أي كتلة بالثدي بدها شيل، كانت سليمة والكانت خبيثة. هلا وقت بيكون في عنا رفاهية يعني مثلا بالأوقات خارج الأزمات خارج الحرب، هداك الوقت فينا نمشي بالخطوات. يعني أول شيء منبلش بالرشف بالإبرة، منسميها فاين نيدل أسبيريشن، مندخل إبرة شكة إبرة يعني بسيطة جدا بالثدي ومنرشف من الخلايا ومنفحصها بفحص التشريح المرضي، منشوف إذا في خلايا خبيثة أو لا. تمام. هل تختلف المعالج دكتور إذا كان سرطان سليم أو خبيث؟ أو كتلة سليمة أو خبيثة؟ تمام. السرطان كله خبيث، الكتلة السليمة استئصالها يكفي، بس استئصلناها وبعتناها للتشريح المرضي وقلنا كتلة سليمة خلاص يكفي. أما إذا كانت الكتلة خبيثة تحتاج طبعا لمتابعة استئصال ثدي جذري كامل مع تجريف الأبط، مثل ما حكينا لأني بينتقل للعقد اللمفاوية تحت الأبط، مشان هيك لازم يكون في تجريف للأبط، وممكن حسب الستيج تبعه حسب المرحلة تبعيته يتبع بعلاج شعاعي أو كيماوي. مشان هيك يا جماعة أي كتلة بالثدي اللي كانت سليمة أو خبيثة بدها شيل، إذا استنيت عليها ما رح تروح لحالها. هلأ في شيء أحيانا بالثقافتنا شيء غلط، يعني بيقول لك إذا أخذت خزعة ممكن ينتشر الورم. تمام. طبعا لا، يعني أخذ الخزعة لحاله ما بيؤدي لانتشار الورم، بس هو بيكون الورم منتشر وخلصان يعني إذا تأخرت عليها، وهداك الوقت يعني بيربطوا أني أخذت خزعة أم انتشر. أحد المفاهيم الغلط طبعا أني ذكر أو أنثى، يعني نعم كمان نعم. ما في هيك شيء يعني السرطان في شيء سليم ولا خبيث. السليم أو الكتلة السليمة هي اللي ما بتنتشر، هي نعم. اللي بتضل محلها. الكتلة الخبيثة هي اللي بتنتشر وبتعطي نقائل وبتموت، ما في شيء اسمه ذكر وأنثى. طيب دكتور، سرطان الثدي أي أكثر الانتقالات شيوعا فيه؟ فقط تحت الإبيض أو ممكن يسبب سرطان الرحم أو شو هو الأكثر؟ لا لا رحم مو طبعا مو أماكن شائعة للانتقال. بشكل عام بينتقل العقد اللمفاوية تحت الإبيض، أحيانا بينتقل العقد اللمفاوية تحت الترقوة هون، وبينتقل للعظام، بينتقل للدماغ، بينتقل للرئتين، هي أسرع أماكن انتقال سرطان الثدي. طبعا هذا مثل ما حكينا بالمراحل المتأخرة بتصير النقائل هاي. تماما. دكتور مخبريا هل يوجد أي فحوصات تدل على وجود نقائل؟ طبعا وقت نكتشف سرطان الثدي منوصي بإجراء طبقي محوري للجسم كله مشان نشوف وين في نقائل. تشخيص شعاعي، تشخيص مخبري مثلا، تحليل الوسيمات هل يساعد الموضوع؟ تحليل الوسيمات الهرمونية يعني ارتفاعها ممكن يدلنا على وجود ان في شيء مو طبيعي في مثلا كتلة، بس لحاله طبعا مو كافي. لحاله مو كافي. دكتور طيب نحن دائما يعني بنحكي عن سرطان الثدي ونقصد فيه النساء، هل يوجد سرطان ثدي عند الذكور وهل اسبابه ذاتها ام يمتلك اسباب اخرى وكيفية التشخيص والعلاج؟ طبعا في سرطان ثدي عند الذكور بشكل نادر جدا، يعني انا بصراحه مسيرتي المهنيه شفت مرتين او ثلاثه من سرطانات الثدي عند الذكور. طريقه العلاج نفسها، الاستئصال الجذري مع تجريف الابط مع المتابعه بالعلاج الشعاعي والكيماوي.
وما أسبابها دكتور؟ يعني نفس القصة، طفرة جينية. طفرة جينية يعني مثلا في النساء، أنت قلت الأستروجين والطفرة وغيره وغيره، في الذكور أعتقد أنه فقط طفرة جينية، لا يوجد سببات أخرى. دكتور يعني أنت الآن كطبيب من مرحلة التشخيص وحتى العلاج، يعني ماذا يتطلب من العامل الصحي المشرف على هذا العلاج من تطمينات للمريض؟ يعني كيف لازم يتصرف؟ هل لازم يرفع عتبة الخوف؟ هل لازم يكون صادق؟ هل لازم يهول الموضوع؟ كيف رأيك؟ وهل يلعب المريض دور في تحديد هذه الأمور؟ طبعا الحفاظ على المعنويات العالية جدا مهم بالشفاء، لأنه ممكن تقوي المناعة اللي بتساعد على الشفاء. مشان هيك لا، ما لازم يرتعب المريض، ما لازم يخاف، هو مرض وله علاج. كمان لازم العائلة تدعم مريض السرطان، تساعده بأكبر قدر ممكن، وتعطيه الدعم النفسي والعاطفي لمريض السرطان. هلأ في سيدات بتخاف يعني من استئصال الثدي إنه يشوه منظر الجمالي. طبعا حتى بعد استئصال الثدي في عمليات بنسميها عمليات تصنيع الثدي، يعني انت شيلي هالورم وخلصي منه وتعالجي علاج شعاعي وكيماوي. في عمليات تصنيع الثدي اللي ممكن تكون تجميليه وبترجع المنظر الجمالي للثدي. الدعم جدا مهم، دعم مريض السرطان والاراده والعزيمه انه انت قادره على التغلب على السرطان. اهم شيء ما تخلي السرطان يغلبك، انت قادرة ان شاء الله على التغلب على السرطان. طيب دكتور، انطلاقا من الدعم، يعني انت برأيك كمدير مشاريع لمنظمة مجتمع مدني او منظمة عمل، الا يجب زيادة الدعم لتوفير الماموغرافيك في الداخل؟ انت الان عم تقول لي انه في فقط يمكن 2 والباقي خاص، هناك مناطق شاسعة معناتها بدون ماموغرافيك، فشو بده يتصرف هون الانسان؟ يعني الا يوجد الا يمكن مثلا عيادات متنقلة؟ يعني صحيح. لا يوجد حل. صحيح. طبعا نحن في حالة حرب وفي حالة طوارئ، والكل واعي على وجود شح بالموارد وشح بالخدمات الطبية بالداخل. طبعا انطلاقا من أهمية هالموضوع، هاد سامز حقيقة بلشت بمشروع لعلاج الأورام بالداخل السوري. رح تبلش بفقط نوعين من الأورام، أحدهما سرطان الثدي. تمام. يعني علاج لسرطان الثدي بالداخل حتى تشخيص مبكر، حتى نخفف كلفة الانتقال لتركيا أو الذهاب لمناطق نظام. النوع الثاني هو الليمفوما. هذا الشيء رح يتم بمشفى بأحد مشافي مدينة إدلب إن شاء الله. أيضا للتشخيص المبكر إن شاء الله بإذن الله رح نسعى لتأمين جهاز ماموغرام أيضا، ويكون بشكل مجاني بخدمة أهلنا بالداخل. مثل ما حكيت، أول خطوة وأهم خطوة هي الفحص الذاتي. يعني برجع بذكر، الفحص الذاتي، اكتشاف الورم بشكل مبكر والذهاب للطبيب. يعني هلا نحن بحالة طوارئ بسوريا، ممكن ما يكون عندنا رفاهية الإجراءات التشخيصية اللي حكيناها كلياتها. نعم 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 صحيح. بس خلص يعني اكتشفت وجود كتلة، شيء ممكن سهل ان نشيل الكتلة ونبعثها للتشريح المرضي، ولا سمح الله اذا في سرطان نكمل بالاستئصال الثدي الجذري وتجريف الأبط. نعم نعم. اشكر دكتور، اشكرك واشكر حضورك معنا، وان شاء الله ما حد يعني او نلاقي حلول افضل للناس جميعا والمرضى جميعا. دكتور يحيى شكرا لحضورك. متابعينا الاكارم، كما تفضل الدكتور يحيى، التشخيص المبكر جدا هام لتلافي الانتقالات لمراحل متأخرة من السرطان، نتطلب فيها الاستئصال الكامل للثدي مع تجريف الأبيض، ولا سمح الله انتقالات لمناطق أخرى في الجسم. طبعا شهر أكتوبر كما قلنا هو أكتوبر الوردي، لكن فحص الثدي في كل العام والفحص الذاتي يجب أن يطبق بعد 40 شهريا كما تفضل الدكتور يحيى رحال. أرجو أن نكون قد وفقنا في تقديم معلومات مفيدة وواضحة ومبسطة لكم، ونلقاكم في الحلقة القادمة، والسلام عليكم.